أهلا وسهلا بيكم. هل الشخص النرجسي سواء راجل أو ست ممكن يتعالج ويتغير؟ هل لو فهمناه غلطه ممكن يعرف إن هو مؤذي ويروح يدور على حد يعالجه؟ مش جايز مش فاهم إنه مؤذي أو محدش علمه يتصرف صح أو بيعمل كده غصب عنه لسبب ما جواه؟ مش جايز غصب عنه عشان كانت طفولته صعبة يا عيني وتعذب وما كانش حد بيديله اهتمام أو كان بيتعرض لعنف منزلي؟ دي بعض الأسئلة المتكررة بشدة من أول ما بدأنا نتكلم في موضوع النرجسية، ورغم ان انا جاوبت اجابه واضحه على السؤال ده في حلقات كتير، اجابه واضحه ومباشره جدا، لسه في ناس مش مقتنعين وناس عندهم تعاطف مفرط لدرجه مرضيه بتدمرهم لانهم بيتعاطفوا مع المؤذي اكتر ما بيتعاطفوا مع نفسهم. فانا النهارده هشرح لكم فكره هامه جدا هتفيدكم في حاجات كتير، منها فهم الناس وحل المشاكل وتربيه الاطفال واختيار الزوج او الزوجه، ولكن اهم فايده هي فهم انفسكم اولا عشان تقدروا تفهموا الاخرين بشكل احسن من خلال رؤيتكم الواضحه لانفسكم. الأب والأم مثلاً اللي مش فاهمين نفسهم ومش متخيلين مكونات شخصية أولادهم لا يمكن هيربوهم صح. الزوج والزوجة اللي مش عارفين يفرقوا بين شخصية الطرف الآخر وسلوكه هيدخلوا في مشاكل رهيبة يومياً وحياتهم هتتدمر. والأخطر بقى لما يبقى المجتمع كله مش فاهم الفرق بين الشخصية والسلوك أو متجاهله، وهو مجتمع فيه سمات نرجسية، يبقى كلنا هنعيش في غم وكآبة لأننا تحت ضغط دائم لمحاولة تغيير طبيعتنا وشخصياتنا وفطرتنا لنحصل على القبول الاجتماعي. هتفهموا أكتر بكتير لما نشرح دلوقتي. فإحنا النهاردة هنتكلم عن فكرة مهمة جدا نفسيا، هي الفرق بين الشخصية والسلوك، ومين فيهم اللي ممكن تغييره بشوية مجهود، ومين ما ينفعش يتغير إلا بتدخل تخصصي وكمان في مساحة محدودة جدا وبنتائج محدودة كمان. الحلقة دي الأولى في سلسلة هنتكلم فيها بالتفصيل عن المجتمع النرجسي وإزاي نقاوم المشكلة دي ونطلع من تحت تأثيرها. ده مفهوم نفسي معقد شوية اللي هو الفرق بين الشخصية والسلوك، فأنا هحاول أبسطه تماما وهستخدم أمثلة وقصص ومش هستخدم تعبيرات علمية خالص عشان ما نتلخبطش، عشان الكل يقدر يتابع بسهولة. تعالوا نبدأ بحكاية من الصين. في الصين زمان المجتمع قرر ان اهم مقاييس الجمال للبنات ان رجليهم لازم تبقى صغيره، حجمها صغير، وان البنت اللي رجليها كبيره تبقى وحشه ومعيوبه ومش هتتجوز، مع ان حجم الرجل ربنا خلقه متناسب مع حجم الجسم عشان الانسان الطبيعي البالغ يقدر يمشي. يعني القدم ليها وظيفه مهمه مش مجرد منظر تجميلي للانسان، ومع ذلك الناس فضلوا يبالغوا في تصغير حجم رجلين البنات. ما هي بقت مسابقه بقى في صغر حجم رجلين البنات. طبعا انتوا دلوقتي مخكم شغال في مقارنات كتير جوه دماغكم المجتمع النرجسي ده، قصدي بالظبط. فضلوا يعملوا كده لغايه ما حد شرير اخترع قالب نحاس طوله 10 سنتي فقط، واصبح هو ده مقياس الجمال المثالي من وجهه نظر المجتمع الصيني القديم. وقالوا لازم تتحشر فيه رجل كل بنت وهي طفله صغيره، ولو ما عرفتش تتحشر نكسر لها رجلها. أنا بتكلم بجد، نكسر عظام القدم نبططها عشان تتحشر جوه القالب ده وما تتشالش منه أبدا لغاية ما تكبر، عشان رجليها تفضل صغيرة وتبقى مطابقة للإسطمبة المواصفات الاجتماعية، فنقدر نعتبرها بنت جميلة. النتيجة بالطبع هي التشوه البشع اللي هتشوفوه في الصورة اللي حطها لكم، حط لكم رابط ليها في وصف الحلقة. رجليهم ما فضلتش صغيرة وجميلة زي رجلين الأطفال، بالعكس كبرت وهي محبوسة فتفعصت وتشوهت وبقت مخيفة ومريضة. ومع ذلك رغم أنهم شايفين بعينهم التشوه استمروا في هذا التقليد الغريب المفزع، محدش بطل التقليد ده حتى بعد ما شافوا النتيجة. ده بالظبط اللي مجتمعنا بيعمله لما يصنع استنباط لمعايير الجمال والتصرفات والمفاهيم والسلوك والشخصية، ويقرر ان هي دي بس المقبولة اجتماعيا بغرض تجميلي وغرض منظرة ومباهاة، ويجبر كل الناس تتحشر فيها بأي شكل مهما كانت ضد طبيعتهم، ومش مهم هم حاسين بإيه لو كانوا متألمين أو زعلانين، المهم يرضوا الاستنباط يتحشروا في القالب، فبينتج عندها تشوهات وأمراض نفسية واجتماعية، والمجتمع فاكر إن ده تجميل. نحكي حكاية تانية عن سلوك الحيوانات وتأثرهم بالبيئة البشرية اللي حواليهم. بما أني بحب الحيوانات جدا وبتعلم من ملاحظتهم دروس كتير، ده واحد منها. في جامعة كولومبيا، في جامعة في كولومبيا، الموظفين لقوا كلب مشرد فتبنوه، بقوا يأكلوه وينظفوه كده، فضل عايش معهم يحرس أرض الجامعة وهم يأكلوه وياخدوا بالهم منه. وكانوا ساعات
الكلب قاعد معاهم، فيقوموا يشتروا اكل من السوبر ماركت لنفسهم ويجيبوا للكلب معاهم حاجه ياكلها. السوبر ماركت اللي جوه الجامعه ده يعني، كافئوا الكلب بانهم يشتروا له حاجه من السوبر ماركت. فالكلب عجبته الحاجات اللي هم بيجيبوها لهم السوبر ماركت ياكلها، وساعات بيبقى عايز يجيب لنفسه وهما مش موجودين او مش منتبهين له. فقعد يلاحظ سلوكهم، شاف ان الطلبه لما بيروحوا السوبر ماركت بيطلعوا ورقه يدوها للكاشير للفلوس، ها، فالكاشير يديهم اكل. فالكلب بذكائه قلد هذا السلوك، راح جاب ورقه شجره من الجنينه واداها للكاشير، ووقف يستنى رد فعل الست هتعمل ايه. في الاول الست ما فهمتش، فخدت الورقه وهي قعدت تبص فيها كده مش فاهمه. فلما خدت منه الورقه، الكلب دخل السوبر ماركت خد البسكوت اللي هو عايزه وخرج. الست ما صدقتش نفسها. بعد شويه رجع تاني ومعاه ورقه تانيه من الجنينه، وعمل نفس الشيء، وبقى معتاد كل يوم يروح يشتري اكله من السوبر ماركت بفلوسه اللي هو جابها من الجنينه، متاثرا بملاحظته لسلوك الناس اللي حواليه. ما سرقش اكله. الكلب لما اتوجد في مناخ متحضر ناس سلوكهم طيب، مرضيش يقعد يستنى الصدقه ولا قبل على نفسه السرقه، واتعلم من السلوك المتحضر وقلده واتعود عليه. دي كانت اول قصه. تاني قصه مقارنة بيها، في جزيرة بالي في إندونيسيا في معبد كبير يعتبر مزار سياحي مهم، وفي قبيلة من القرود عايشين حوالين المعبد ده، والناس بتتفرج عليهم كجزء من الزيارة. لو حبيت تروح الزيارة دي هتلاقي تحذيرات شديدة مكتوبة في صور وكلام، ومكتوبة لك في كل البروشورز السياحية، انك لازم تنتبه جدا وتاخد بالك من كل متعلقاتك الغالية، خصوصا الكاميرا والموبايل والمحفظة والشنطة والبرنيطة والنظارة. ليه؟ لأن القرود هناك بلطجية ونشالين، بيخطفوا الحاجات من السياح، مش بس بياخدوها ويجروا لمجرد مضايقة الناس، لأ، دول بيطلبوا فدية عشان يرجعوها، بيبتزوا الناس يعني، بيعملوا لهم بلاك ميل، بيسوموهم على حاجتهم، يرجعوا لهم حاجتهم مقابل أكل، ومش أي أكل، دول بيشترطوا يكون أكل لذيذ وهيعجبهم، وإلا ما يرجعوش الحاجة أو يكسروها عقابا ليك ويرموا الأكل في وشك كمان. وكمان مش بس كده، مش بس بقى قبيله القرود البلطجيه دول علموا بعض السلوك، فالقرود اللي بتيجي جديد ينضموا بقى للعصابه دي ويبداوا يسرقوا معاهم بنفس الطريقه. وكمان دربوا الرهبان اللي في المعبد يتفاوضوا معاهم بالنيابه عنهم مع الزباين، ها، يكلموا القرود ويكلموا الزباين ويتفاوضوا معاهم يحققوا لهم اللي هم عايزينه مقابل انهم يستردوا منهم الحاجات للناس. ومفيش اي طريقه لمنعهم من هذا السلوك بعد ما اصبح من تقاليدهم اليوميه. يا ترى اتعلموه منين؟ من البشر النشالين اللي كانوا عايشين في المنطقة دي، راقبوا سلوكهم وقلدوه، ولما لقوه بيجيب لهم أكل من غير مجهود تمادوا في البلطجة ما دام الناس مستجيبة ليهم، وما بقوش بيدوروا على أكلهم بالشكل الطبيعي للقرود، بقوا بياكلوا من السرقة والبلطجة وتعودوا على كده. في الحالتين، في القصتين بتاعت الكلب اللي بيشتري من السوبر ماركت بفلوسه والقرد اللي بينشل من الناس، السبب في اختلاف السلوك في الحيوانات الذكية هو التأثر بالإنسان، التأثر بالبيئة. دي كانت أسهل طريقة أقدر أشرح لكم بيها الفرق بين مقاس رجلك اللي هو شخصيتك اللي هي جزء أساسي من تكوينك، ولون الشراب اللي هو سلوكك اللي بتكتسبه من بيئتك، ولو انتبهت إنه مضر تقدر تغيره. هنا بقى نيجي نرجع لسؤالنا في أول الحلقة، هل النرجسي ممكن يتغير أو يتعالج؟ من اللي فهمتوه مني دلوقتي من الثلاث قصص، قصة قالب الرجل بتاع البنات في الصين، وقصتين بتوع الحيوانات، الحيوان اللي اتأثر بالخير والحيوان اللي اتأثر بالشر، المفروض قدرتوا تفرقوا بين النرجسي اللي ده جزء من تكوينه عمره ما هيتغير ومش هتقدروا تحشروه في القالب، والشخص اللي عنده سلوك نرجسي مكتسب من المجتمع والتربية، يعني شخصيته مش نرجسية، ما عندوش اضطراب شخصية نرجسية، ولكن عنده سلوك نرجسي مكتسب من المجتمع النرجسي والتربية في الأسرة النرجسية، فجايز لو انتبه له واقتنع انه مضر له ولغيره يحاول يتغير. ليه بقول جايز؟ لان سواء النرجسية جزء من الشخصية او سلوك نرجسي، فهي في كل الاحوال بتخلي صاحبها لا يقبل النقد، شايف نفسه اكبر شوية من الحجم الطبيعي للانسان، طبعا تبعا لدرجة نرجسيته، لا يقبل النقد، لا يرى عيوب نفسه، ما عندوش سيلف اويرنس، عنده مشكلة في السلف أويرنس، في الوعي الذاتي، لا يشعر أنه عنده حاجة محتاجة للتصليح لأنه شايف نفسه بيرفكت، وفي نفس الوقت رغم أنه هو شايف نفسه كده متأكد أنه من حقه ينتقد كل اللي حواليه ويقللهم ويشاور على أخطائهم ويطالبهم هم يتصلحوا. دي من أهم ملامح النرجسية عموما، سواء كانت اضطراب شخصية أو سلوك نرجسي.
هتلاقوا بقى الكلام ده بالتفصيل الشديد في حلقتين، حلقة كل ما يهمك أن تعرفه عن النرجسية، وحلقة النرجسية المكتسبة. الاتنين دول جنب بعض هيوروكوا بوضوح شديد الفرق بين النرجسية كخلل نفسي والنرجسية كسلوك مكتسب. لذلك دايما بقول لكم ما تشغلوش بالكم زيادة عن اللزوم بتشخيص الشخص المؤذي، ركزوا في نفسكم. انتوا واقع عليكم ضرر؟ لو الإجابة بنعم، إذن كل تركيزكم لازم يكون على حماية أنفسكم من هذا الضرر، بغض النظر عن التشخيص والمسميات للشخص المضر أو تسمية هذا الضرر اسمه إيه. المهم أنتم مأذيين. عموما الإجابة على سؤال هل يتغير النرجسي، هل يمكن علاج النرجسية، موجودة بشكل غير مسبوق بتفاصيل غريبة ومثيرة جدا في حلقة لقاء الحصري مع سام فاكنن، اللي هو أشهر نرجسي سايكوباتي مشخص في العالم، وفي نفس الوقت هو مكرس وقته للتعريف والتوعية النرجسية ومحاولة فهم الشخصية النرجسية وبشكل ما علاج النرجسيين. بيجاوب على السؤال ده من وجهة نظره ومن خبرته في محاولة تغيير السلوك النرجسي. لقاء شيق وكاشف جدا وغير مسبوق في العالم العربي، اسمعوها تستمتعوا بيه. نكمل كلام اجتماعيا بقى، في نقطة مهمة جدا تبنى على الاكتشاف اللي احنا اكتشفناه ده. احنا بنظلم بعض جدا اجتماعيا لما بنتخيل ان الناس لازم يتحشروا في إطار شخصيات محددة معينة باعتبارهم يقدروا يغيروا شخصياته. وده من سمات المجتمع النرجسي زي ما قلت في أول الحلقة. الشخص النرجسي بيعمل فيك كده بالظبط، عايز يعيد صياغة شخصيتك غصب عنك ولو ده مؤلم ليك ومؤذي ليك، عشان تبقى في الشكل اللي يرضيه هو، على الشكل اللي هو يقرره لك. ولما ترفض يتهمك بالعند والغباء والغرور، وأظن شفته ده كتير جدا في التعليقات تحت كل الحلقات. فلما المجتمع بيعمل معاك نفس حيل التلاعب النفسي والإيذاء والضرر النفسي والتدمير النفسي اللي بيعملها معاك الشخص النرجسي، كلنا أكيد هنتضر جدا. ليه؟ تعالوا ناخد أمثلة إيه السلوك اللي ممكن يتغير، وإيه السمات الشخصية اللي تغيرها بالعافية عشان ترضي الآخرين، يعني إمراضك نفسيا، وإزاي ده بيحصل لنا كلنا كل يوم من خلال المجتمع النرجسي. نشرح بوضوح. أولا شخصيتك، يعني المكونات النفسية الأساسية في انفعالاتك وأفكارك وردود أفعالك وتصورك للعالم وتفاعلك معاه، دي الحاجة الشيء المكون فيك اللي بيخليك أنت فلان أو أنت فلانة. مثلا أن أنت جد وفلسفي، أن أنت ضحوكة وفكاهية، أن أنت اجتماعي ونشيط ومتكلم وبتحب تبقى في وسط الناس، أن أنت انطوائية وهادية وبتحب تبقى لوحدك، أن أنت قيادي ومستقل ومبادر، أو أنت منقادة وأنت منقاد وبتسمعوا الكلام وبتتأثروا بسرعة، أو أنتوا أشخاص تقليديين وروتينيين بتحبوا الاستقرار. كلنا بنلاحظ سمات شخصية الطفل الرضيع من أول كام شهر، من أول ما يتولد بنشوف طفل هادي، طفل ضحوك، طفل دوشجي، طفل فضولي عايز يكتشف كل حاجة حواليه، طفل مبتكر وبيحب التجديد وبيتخنق من الروتين. دي مقاس رجلك ما تقدرش تغيره، اتولدت فيك مكونات ملامح هذه الشخصية. طبعا البيئة يا بتنمي ده فيك يا بتقتله فيك، تمام؟ ولذلك احنا بنتكلم على خطر التربية وخطر المجتمع وتأثير ده على خنق شخصيتك الحقيقية. سلوكك بقى، يعني شخصيتك كانت مقاس رجلك، سلوكك يعني تصرفاتك، تعبيرك، ترجمة شخصيتك دي لأفعال وأقوال وأفكار وقناعات ومفاهيم، مفردات كلامك مهذبة ولا قبيحة، درجة انفعالك عصبية ولا هادية، بتعرف تحل مشاكل ولا بتتلبخ ما بتعرفش تحل مشاكل، بتعرف تواجه وتتناقش ولا بتتهرب من المواجهة، بتعرف تدخل في علاقات طويلة الأمد ولا بتخاف من العلاقات، بتكذب ولا بتقول الحقيقة، مسرف ولا بتعرف تحوش وتستثمر، بتخطط لحياتك ولا عايش من غير هدف. ده لون الشراب نقدر نغيره بالتدريب وبالمعلومات وبالوعي الذاتي، لو انت عندك وعي ذاتي وحاسس ان دي حاجة مشاكل عندك عايز تصلحها، بتروح لأخصائي سلوك بيصلحها لك، بتشتغلوا مع بعض لغاية ما تغير. ساعات السلوك بيتغير لوحده بالسن والخبرة. الإنسان كل ما يتعرض للحياة ويشوف الناس بيبدأ بالمقارنة بينه وبين الناس، شوف الشخص ده سلوكه أحسن مني في كذا ولذلك هو ناجح في كذا فحاول أقلده. ده الشخص الطبيعي السوي نفسيا اللي عنده شوية أخطاء زينا كلنا، فيش حد فينا في بيرفكت. فممكن واحد هو صغير يبقى عصبي ويهدى لما يكبر، أو يكون عنده عادات سيئة مثلا تدخين، سهر زيادة عن اللزوم، إدمان مواقع إباحية يتخلص منها، أو مشاكل في السلوك يتعالج منها، كان بيشتم وبيقل أدبه يلم لسانه ويبطل يعمل كده، أو يحب حد قوي فيغير مفرداته في الكلام باختياره عشان ما يضايقش هذا الحد. هنا بقى التعاطف بتاعكم المفرط ده بتاع متلازمة الست كريمة اللي حكيت لكم عليها قبل كده هنا ينفع، عشان ده شخص ده مجرد غلطة سلوك مش عيب شخصية، تمام؟ لكن
لو شخص ضحوك ما ينفعش نطالبه يبطل ضحك ويبقى جد عشان الضحك من غير سبب قلة أدب في وجهة نظر العيلة دي أو المجتمع ده، فده تغيير شخصية. ينفع نقوله ما يهرجش في مواضيع جادة مثلا، ده تغيير سلوك ينفع يتعمل. لو واحدة متكلمة ما ينفعش نقول لها اقفلي بقك وقعدي ساكتة وربعي ايديكي احسن انت عاملة زي الراديو، ده تغيير شخصية. ينفع نوجهها تعمل ايه بالجزء الجميل ده في شخصيتها فتوجه ده لمواضيع مفيدة مثلا، ده تغيير سلوك. لو واحد بيحب يقعد لوحده ما ينفعش نجبره يبقى اجتماعي بالعافية بدل ما يجيله اكتئاب من وجهة نظرنا، ده تغيير شخصية. ينفع نشجعه يعمل ايه بوقته اللي بيقضيه ده، يعمل بيه حاجة مفيدة بما انه قاعد لوحده يقدر يفكر بهدوء مفيش دوشة الناس حواليه، فنشجعه مثلا على القراءة او البرمجة او الفنون يستغل فيهم وقته، ده تغيير سلوك. مشكلتنا بقى في الجواز وفي الدين بالذات من وجهة نظري اننا مش شايفين الفرق بين مقاس رجلك ولون الشراب، فبدل ما نقنعك تغير الشراب بنطالبك تغير مقاس رجلك عشان نبقى كلنا مقاس واحد بالعافية طالع من القالب الصيني اللي احنا حكيناه في اول الحلقة دي، ونعاقبك بالضغط الاجتماعي والسخرية والانعزالية لو مرضتش او ما قدرتش تغير نفسك. نعمل زي الصينيين بنحشرك في قالب مضايقك ومش على مقاسك صغير عليك عشان شكله حلو بالنسبة لنا احنا، انت تتغير عشاننا، فاحساسك وراحتك مش مهم، المهم استحمل عشان المجتمع يبقى راضي عنك، عشان تبقى اسطمبه زي ملايين الحلوين غيرك اللي هم كسروا رجلهم يعني طواعيه ده عشان يخشوا في القالب. امثله: احد مشاكل ما يحشى في عقول الناس من وجهه نظري باسم الدين عن المراه الخلط الشديد بين الخلق اللي هي التصرفات والسمات الشخصيه اللي هي المكونات السيكولوجيه الاساسيه المولود بها الانسان. فمثلا الحياء خلق جميل جدا بس ده خلق سلوك، لكن الخجل سمة شخصية. في ناس كتير ما يعرفوش الفرق من ناحية لأنهم بيعرفوش عربي كويس للأسف الشديد، ومن ناحية لأن عندهم أمية نفسية وعاطفية وده كمان من سمات المجتمع النرجسي. فعشان الحياء خلق ديني والناس مش فاهمة الفرق بين الحياء والخجل بيطالبوا كل الستات يتصرفوا بخجل واللي مش خجولة تبقى قلة الحياء. طيب في ناس ربنا خلقهم شخصيتهم قوية بس عندهم حياء، مفيش تعارض بين دول، الراجل او المراه الاقوياء الشخصيه القياديين المبادرين ممكن يبقى عندهم خلق الحياء، يعني لسانهم عفيف ما بيبصوش لحاجه غلط، ما بيخدوش في اعراض الناس، ما بيشتموش، ما بيتجسسوش، لا ينظروا للمحرمات، بيستحوا من الله، بيحفظوا حرماته، ده خلق الحياء. ولكن بالقطع مش مطلوب منهم يبقى عندهم صفه الخجل، هما ما بيتكسفوش من واجهة الناس، ما بيخافوش يتكلموا بصراحة وبصوت عالي ويعبروا عن نفسهم بوضوح، ما بيخافوش يخاطروا ويبادروا ويعملوا حاجة محدش عملها قبل كده، يعملوا مبادرة يبدأوا في حاجة جديدة، لأن صفة الخجل مرتبطة بنوع من الشخصية والشخصية الانطوائية الانتروفيرت، ولكنها مش من مكونات الشخصية المنفتحة الاكستروفيرت. عدم وجود الخجل مش معناه إن الإنسان قليل حياة، في رجال ونساء ربنا خلقهم شخصياتهم مش من مكوناتها الخجل. مثال يوضح لكم رأيي بوضوح شديد جدا، المسلمين مننا كبار الصحابة زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، كل دول كانت ناس شخصياتهم قوية ولكن بالقطع كان عندهم حياء، ما كانش عندهم خجل، كان عندهم حياء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج عدة نساء في حياته، كل واحدة منهم كانت لها شخصية مختلفة ومستقلة، فمختلفين في الطباع والشخصيات ولكنهم مشتركين في الخلق، وده درس كبير لنا كلنا إننا ممكن أمهات المؤمنين نقتدي بكل واحدة فيهم بشبه شخصيتها ليكي. ما فيش شخصية واحدة بس للست المسلمة، ربنا خلقنا شخصياتنا متعددة لسبب ولحكمة عمدا، دي مش غلطة، ده يعني من جمال الحياة إننا نبقى مختلفين، ولكن نتفق على الأخلاقيات والسلوك من غير ما نغير شخصيات بعض. الدين كأخلاق ونظام تعامل بيهذب أنفسنا وبيساعدنا على تعديل سلوكنا، ولكنه يسعنا جميعا طبعا باختلاف شخصياتنا اللي ربنا خلقنا بيها، فلا يصح إرغام الناس تنحشر في نوع واحد من الشخصية نفترض إنها هي الوحيدة الحلال ونشعر الباقي إنهم غلطانين ومقصرين ووحشين وخطائين ونضطرهم يمثلوا أو ينافقوا أو يكذبوا عشان يداروا حقيقتهم ومحدش ينتقدهم، كده احنا خرجنا خالص من نطاق الحاجة الجميلة وطلعنا في حتة غلط خالص. زي بالظبط ما مش المفروض نأنب حد انه قصير او لونه اسمر او شعره مموج ونطالبه يشوف له حل في المشاكل دي ويغيرها زي ما شرحنا في حلقات تدمير الثقه في نفسكم. على فكره العنصريه من سمات المجتمع النرجسي وهنناقشها في حلقه منفصله بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. ده مجرد مثال قيسوا عليه انماط الشخصيات المختلفه وازاي بنظلمهم لما ننكر عليهم اختلافهم الطبيعي. مفيش شخصيه واحده للطفل الشاطر، ما ينفعش تقولي لابنك
انت لازم تبقى زي ابن خالتك، انت هادي وهو منطلق، فلازم تعمل زيه او العكس. مفيش شخصيه واحده للعروسه الحلوه، ما هي شخصيتها زي ما ربنا خلقها، المهم سلوكها. مفيش نمط واحد للعريس اللقطه، وكمان مفيش شخص عنده مشكله في الوعي الذاتي فمش شايف ازاي هو مؤذي، هيتغير غصب عنه مهما عملته. ليه توضيح الفرق في المفهوم ده مهم؟ لانك بتربي اولادك محشورين جوه القالب، بتنقي زوج او زوجه من جوه القالب او بتحاول تحشرهم في القالب، بتحاول تغير ابنك وبنتك ومراتك وزوجك بالعافيه وتحشروهم في القالب، وانتوا فاكرين ان ده تجميل، وان اللي رافض يغير طبيعته وروحه وشخصيته مذنب او مش بيحبكوا كفايه لانه مش راضي يتحشر جوه القالب اللي مش على مقاسه ده. فنصيحتي ثلاث حاجات مهمين في اخر الحلقه، لازم نتعلم نفرق بين الشخصية اللي هي مقاس رجل الإنسان وبين السلوك اللي ممكن نغيره زي لون الشراب. مفيش حد يقدر يغير مقاس رجله، ولو فعصتها له بالعافية جوه قالب فأنت كده بتشوهه مش بتكمله. نمرة اتنين، ما تاخدش حد عشان تغيره، مش عشان اتجوزته تخيلته ان من حقكم تلبسوا الشخص التاني القالب غصب عنه بقيت عمره عشان يعجبكم ويبقى هو الشخص اللي انتوا تخيلتوه عن نفسه او عن عندكم. يعني انتوا عندكم حلم هتتجوزوا حد بالشكل الفلاني فما لقيتوش فجبت واحد تاني ما عندوش الحاجات دي وبتحاول تفعصوه في الشخصية دي، او انا عايز اشوفك عامل كده فانت تتغير عشان خاطري. ما فيش حاجة اسمها كده، نغير سلوك اهلا وسهلا. واحد عصبي نقول له لازم تهدى، عندك مشكلة anger management، تروح لحد بتاع سلوك، تروح لدكتور نفسي، تروح اخصائي نفسي يعلمك تحكم في الغضب. لكن ما ينفعش اقول لواحد بيحب الناس اتلم وقعد في البيت وما تتحركش من مكانك عشان انا كده فانت لازم تبقى زيي مثلا، يعني مفيش حاجه اسمها كده. فالنتيجه لو ده اتعمل بالعافيه هي التشوهات البشعه اللي مجتمعنا بيعاني منها ولازم نعالجها، زي رجلين البنات الصينيين اللي اتكسرت عظامهم عشان تتحشر في القلب. اخر حاجه هقولها لكم، ما تضحكوش على نفسكم، محدش بيتغير غصب عنه، ولو مثل عليكم ان هو اتغير فده مضر ليكم مش مفيد، سواء كان نرجسي بقى او غيره. وانتوا عارفين كويس الناس القريبين اللي بتتعاملوا معاهم ده طبعهم اللي معاهم من الصغر ومش هيتغير، ولا سلوك عارض اكتسبوه حديثا فممكن لما ينتبهوا له يغيروه. لو الشخص نفسه راجل او ست او طفله او اي حد مش حاسس بتاثير تصرفاته على الاخرين، فاي مجهود هتعملوه لصالحه على حساب نفسكم هو مجهود مهدر، انتم اولى بيه لترميم جروح ارواحكم ونفسياتكم من التعرض لاذاه. واللي مش عارف يعمل ده لوحده يروح لمتخصص نفسي زي ما بقول لكم دايما، اللي هو مش انا، لان انا ما بديش استشارات وما بسمعش فضفضه وما برشحش دكاتره وانا مش دكتوره، انا مجرد بعمل توعيه عشان افهم الناس قد ما اقدر اللي انا اعرفه عشان نقدر نستخدم المعلومات دي بشكل يفيدنا جميعا كمجتمع عربي نرتقي بيه ونغير من اخطائنا ونتحسن في حياتنا وفي سلوكياتنا ونحسن علاقاتنا ونبقى اسعد باذن الله. روابط القصص اللي في الحلقة في وصف الفيديو، روابط كمان كتابي فخ الطاووس وبروفايلاتي على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، هنا تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين. وبشكركم جدا على حسن استماعكم، وهنكمل سلسلة المجتمع النرجسي بالتدريج واحنا ماشيين ان شاء الله، فتابعونا. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.